التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم أمس في مدينة العلمين. وتم خلال اللقاء تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية. أعلن النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار. كما بحث جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، وأكد حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي. وكان جلالة الملك المعظم قد غادر بحفظ الله ورعايته مدينة العلمين هذا اليوم، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.